طيب هنروح للجمباز النادي الاهلي للجمباز للسيدات حصل على كاس مصر بكم ميداليه 24 لاعبه اشتركت حصلنا على 17 لا حصلنا على الكاس ككل يمكن عدد الميداليات مش قدامي ولكن حصلنا على كاس مصر للجمباز الحقيقه كان مشاركه 24 لاعبه طبعا في البطوله الموسم 2021 اقيمت بالصاله المغطاه بنادي مدينه ناصر يوم الخميس 17 ديسمبر واحتفل الجهاز الفني بقياده الدكتور محمد فؤاد وبالمناسبه الدكتور محمد فؤاد كان معانا في حلقه من الحلقات وشفنا قد ايه الجمباز بيبقى فيه تحليلات فنيه على مستوى عالي جدا والمدرب طبعا العام مها نجيب بالفوز على طريقه نجم الاهلي طبعا احتفلوا بطريقه كابتن مؤمن زكريا كل التوفيق ليهم الجمباز عنده انشطه كبيره والنادي الاهلي من احد الانديه القليله اللي بيحتضن هذه الرياضه وبيقدم طبعا ابطال العالم او ابطال سوريا ابطال مصر وابطال افريقيا للبطولات العالميه ده يمكن كان الاحتفال بتاعهم اهو احتفال مؤمن زكريا ربنا يشفيه ربه ويتم شفاءه على خير